عادت مسايد أخيراً إلى رشدها. يجد طارق نفسه في انتظار متوتر. هل ستظهر النتائج المخبرية تسمم مسيد؟ بعد أن تحرر مسايد من آثار المخدرات، استعاد وعيه أخيراً. هذا التطور، الذي يسبب فرحة كبيرة في عائلة هاكتانر، بدأ يثير قلق طارق بشكل متزايد. أرسل الطبيب جميع الأدوية التي يستخدمها مسيد إلى المعمل لمعرفة آثارها الجانبية. يخشى طارق، الذي فشلت خططه، من أن يتم الكشف عن السموم التي صنعها سراً لمشروب مسيد في نتائج المختبر. تأخير النتائج يزيد التوتر بين طارق وفلدان. فإلى متى سيستمر هذا الانتظار المتوتر؟ ملك، التي هربت من تولاي، تدخل غرفة مسيد. مسيدي، التي عادت للتو إلى رشدها، لا تدرك أن المرأة في غرفتها هي ملاك. هل ستلتقي إليف، التي جاءت لزيارة مسيد في ذلك الوقت، بوالدتها أخيراً؟ طارق، الذي ينتظر خبر وفاة مسيد، يشعر بخيبة أمل كبيرة عندما يخبره الأطباء أن كل شيء على ما يرام. عندما علم طارق أن الأطباء يفحصون الأدوية، ذهب طارق على عجل إلى المستشفى. من ناحية أخرى، تتفاجأ مسيد عندما تواجه امرأة لا تعرفها في غرفتها وجها لوجه. مسيد، الذي ليس واعيا تماما بسبب آثار المخدرات، لا يدرك أن المرأة الموجودة في الغرفة هي ملك. أليف تأتي لزيارة مسيد. عند الاقتراب من غرفة مسيد، هل ستتمكن إليف من رؤية والدتها التي لا تعتقد أنها ماتت هذه المرة؟ ولا تزال حالة مسيد خطيرة، تمرض ملاك لأنها تجهد عقلها كثيراً. هل سيتم لم شمل ملاك، التي تم نقلها بالصدفة إلى المستشفى حيث تم إدخال مسيد إلى المستشفى مع ابنتها؟ ولا يمكن العثور على سبب مرض مسيد الذي لا يستطيع التعافي رغم كل الجهود. يعتقد الطبيب أن مرض مسيد قد يكون مرتبطاً بالأدوية التي يستخدمها ويريد رؤية الأدوية. طارق، الذي يخشى أن ينكشف خداعه، في حيرة بشأن ما يجب فعله. من ناحية أخرى، فيسيلي، الذي يشعر بالسوء بعد أسئلة تولاي ويشعر بالقلق بشأن حالة ملاك، يقوم بإحضار ملاك إلى المستشفى حيث يتم إدخال مسيد إلى المستشفى. هربت ملك من غرفتها في المستشفى، ولحسن الحظ احتمت في الغرفة التي ينام فيها مسيدا. بينما لا تعرف ملاك ماذا تفعل مع مسيد، الذي عاد إلى رشدها، من هو الزائر المفاجئ الذي يأتي إلى الغرفة؟ انهار مسيد وتم نقله إلى المستشفى، فهل سيستجيب مسيدي الذي حالته خطيرة للتدخلات؟ تسقط مسيد على الأرض وهي تشعر بالمرض بسبب السم الذي أعطاها لها فلدان. تجد حميرة مسيدي، الذي لم يكن على ما يرام منذ فترة، ملقاً فاقداً للوعي على الأرض، ويضع القصر على قدميه. أثناء تقديم الإسعافات الأولية لمسيد، الذي تم نقله بسرعة إلى المستشفى، يعتقد طارق أن مسيد قد وصل إلى نهاية الطريق وهو سعيد لأن خطته الشريرة تنجح. من ناحية أخرى، تريد تولاي مساعدة ملاك من خلال طرح أسئلة حول الماضي. لكن ملاك تسوء حالتها بسبب عدم قدرتها على تذكر الماضي. يزداد سوءاً بسبب الدواء الذي قدمه فلدان. هل سيحقق طارق الذي يريد التخلص من مسيد هدفه؟ يستيقظ كرم في الصباح وقد شفي ويعتقد أن بارلا هي من شفاه. كرم، الذي غير رأيه بشأن بارلا، يعتقد أنها تهتم به حقاً وتقترب من بارلا. من ناحية أخرى، تمرض مسيد في النهاية بسبب الأدوية التي أعطتها لها فلدان وتنهار فجأة. بدأت جهود طارق تؤتي ثمارها أخيراً. هل سيتمكن مسيد، الذي أمنيته الوحيدة هي العثور على إليف قبل أن تموت، من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب؟ كرم لا يسمح لثريا التي يشعر تجاهها بشيء بمغادرة المنزل. من ناحية أخرى، يستغل بارلا مرض كرم ويحاول كسب تأييده.
فهل سيتمكن بارلا من تحقيق ذلك؟ يقنع كيرم ثوريا التي تريد مغادرة المنزل بعدم مغادرة القصر. على الرغم من أن ثوريا يقبل هذا في الوقت الحالي، إلا أنه يائس لأنه يعتقد أنه لا يمكن أن يحدث شيء بينهما. وفي الوقت نفسه يمرض كيرم. عندما علمت بارلا بذلك، تركت وظيفتها وقضت وقتاً مع كيرم لتجعله يفكر فيها جيداً. ومع ذلك، فإن بارلا التي لا تريد أن تفوت الحفلة التي ستحضرها في المساء، تهرب سراً من المنزل ليلاً. الشخص الذي يحاول شفاء كيرم هو سوريا. هل سيعلم كيرم أن سوريا تعتني به بدلاً من بارلا؟ هذا المساء في إليف، حيث يتم سرد المشاكل الكبيرة لفتاة صغيرة تتذكر ملاك اسم الشخص الذي أخفاها. فيسل الذي يعرف يحيى مصمم على عدم ترك هذا الأمر. عندما لا تتمكن إليف من إقناع سوريا بأن والدتها على قيد الحياة، تقرر البحث عن والدتها على الإنترنت. تقرر ثريا التخلي عن الأمل، معتقدة أن مشاعرها تجاه كيرم بلا مقابل. ثوريا التي تريد مغادرة القصر والانتقال إلى منزل منفصل، تواجه عقبة لم تتوقعها أبداً. من ناحية أخرى، تتذكر ملك أن اسم الرجل الذي خبأها في المنزل من قبل كان يحيى. يذهب فيسل الذي يعرف يحيى إلى ليلة قريبة يحيى لمعرفة ما إذا كان لها أي علاقة باختفاء ملاك. هل سيتمكن فيسل من معرفة نوايا يحيى؟ تولي وفيسل يقصفان ملاك بالأسئلة لمعرفة ما حدث لملك وفهم من فعل هذا بها. أخيراً أخبرت أليف سوريا أنها رأت والدتها على شاشة التلفزيون. تولي وفيسل يستجوبان ملاك لمعرفة كيف تم تصوير ملاك على أنها ميتة وأين ومع من عاشت طوال هذا الوقت. فيسل مصمم على معرفة من فعل هذا بملك ولماذا. في القصر، أخبرت أليف سوريا أخيراً أن والدتها على قيد الحياة وأنها رأتها على شاشة التلفزيون. بناءً على كلمات إليف، تبدأ سوريا في طرح أسئلة على يلز حول إليف. من ناحية أخرى، يسعد كيرم بوجود ثريا في القصر، وعلى الرغم من أنه لا يستطيع الاعتراف بذلك لنفسه، إلا أنه يبدأ في التقرب من ثريا. هل سيتمكن تولي وفيسل، اللذان رأوا ملكي التي ظنوا أنها ماتت بعد أشهر، من تذكير ملك بأيامها الماضية؟ ملك التي كانت تقيم في منزل جوليدا لعدة أيام، تلتقي أخيراً بتولي. يصاب تولي وفيسل بالصدمة عندما يجدان أن ملك على قيد الحياة. ومع ذلك، ملك لا تتذكر تولي وفيسل وإنجي لأنها عانت من فقدان الذاكرة بسبب الحادث